وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. رسولك صلى الله عليه وسلم وهو مسلمين تأمر كسيي إني قرسدان دمر كهجاجسن إي مسلمات كأي غناء إي رجل إسجعلي سيه أو إلمها دليا. وهو رسولك يري صلى الله عليه وسلم ما ننت قيامة أيان إذن كغفانا يا أنبياء كلي وأمد لإنت عسلئك إوانا قاس قبته أياء الرميسي أيان أرانا يابو يري صلى الله عليه وسلم. حتى أحد والبو مسلم وحال لقدون إياه إنه كفكره قور حلالة سيدو قصة مين لها هدي أو سميينا أو كئلال لها ربي دين أو ويديسا لها أولاد بركيسا أو هجاكسا اي او سيو ناكسن كوتا ربييو. رسولك صلى الله عليه وسلم هذا يو اماني قوركا حديثك ان دليشني احمد يضغراني ايا سند وناكسن كوغري. وحا وحكشيك دونا دي رب قدر سبحانه وتعالى ارمكو سابسا اذابت ايا دقن كاللقربو دسك قورك اسلتغيو قورك حلاشاهو كدحيو. الله وحن ويديسنينا إنو نغو أنفعو دينت إسلامك أو ننقد لغو دبرت أو كل غما إخلاص يوناقنا أو نغو أرزغو آذابت اللوغة باهاي هاي دتك عروسك جليا وآذاب فربضا آذابت سيدا غيب كميدا أيام تلمان دونا هدي ربي رادو سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أدوما دي سوى ناكسن مركو كهد ليه بفوتنك أو كشيغي وحا كمد إني كد عيستان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. الله يو نوهي بي أو نسي حقا هوينك نأي علمهنا وحا نوغه بيدا وح إلو كقبوتتو يكرا حيثتو وحا ننغي شادتك متقين تا اي اذيقا كا عبصدي كوا امام يابوه الله يو نغدق او خير كاللوغد ديدو سيدا سيئي ارنجرين مسلمين تو. هذا واخي المسلم قوركوا وحاق اكسن اولا دوني انا كفا كرتيد أولا دوني إنا ستيب سوجة صالي حضاء أقتل المسلمة وحالا دوني وحاوي ننك أنرش اللو ذاقي سائنو النقضانين إيمان له ودين تألكو ناكسا وحق إلى عاليني ومركز إذين سورقة شو إنا تقردي إن كردستان دين تإسلامك وحا أي إذين أقشهي قولك أي ننك ياهوين تقرق إسلام تقان وغهو الرئيس وحال دوني يا زوجك ملاضفة وإنو سوجدي سأدم ريو كلك أوليس تأكتير وحال سنيا ننكو إنو سوجدي سأدم رينكو باللعبو وأرين تاوان أكسن مركة أو قرق كليجي أو سوى قلنا نوع شراب وإنو فرها كسارا يا وحال مدأ وكلك أوه الرئيسة أي وحوة عبان أو لنا عيدة فريستو أو جلجلاء يواناك أموجيو أرنكا وحا أدليل إن لسنايا إني واناك سنتهي إن أنت اللي را أصنع بنت يسيد بن سكن وحي تري إني قيمت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة أيان رسولك أسو قرحيي وزينت وان أسو سينيي وان اسو دياري عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها. وهي لها عائشة يعني اسمى رضي الله عنها مركا كقدال
nabiga sallallahu calayhi wasalam waa uu yimid rasuulka sallallahu calayhi wasalam ayaa yimid intuusan imaan ka hor ji'tuhu bay tidhi nabiga waan u keenay inantii nabiga sallallahu calayhi wasalam markaan u keenay ka gadaalay oo isaguna gurga yimid waxay tidhi waan keenay waxaan markaa ugu yeedhay bay tidhi weel ay caana ku jiraan ayaan ugu yeedhay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu yimid markuu yimid ka gadaalna fajalasa ilaa jambihaa dhinaceeda ayuu fadhiistay nabiga sala allahu calayhi wasalam weel caana ku jiraan ayaa faraha laga saaray markaa ka gadaal nabigu caanihii wuu cabay markuu cabay ka gadaal nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu u dhiibay caaisha caaisha marka loo dhiibay waxay tidhi asmaa faqafadad ra'sahaa wastaxyad madaxeeda ayay raaricisay waana ay ka xishootay inay caanahana cabto oo way ka baqatay xaaladaas iyada ah asma waxay tidhi waan horaray oo waan ku qayliyey waxaana ku idhi khudii min yadi nnabiyi sala allahu calayhi wasalam caaishay gacanta nabiga ka qaado waxa ay ku siinayso asma waxay tidhi caaisha way qaadatay caanihii fasharibad shay-an wax ayay ka cabtay markaa ka gadaal nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam caaishoy saaxibadaasi asma waxay tidhi waan ka qaaday nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaan ka dalbay inuu inta wax ka cabo mar kale ii dhiibo anigoo jecel meeshii uu nabigu ka cabay inaan afkayga saaro oon ka cabo sidaas ayay asma leedahay radia allahu canha xadiidkaasi wuxuu daliil caddaana u yahay oo laga garanayaa ninka muslimka in laga doonayo sawjadiisa inuu u dhimriyo mulaadafo weyn oo u muujiyo marka loo dhiso agteeda kolka uu gurga ugu soo galo in uu sharaab la cabo iyo wax la mid ah ma ahan rag ajaanib ah hortood in gabadha lasoo fariisiyo ee la yidhaah kaalay halka ka ninkaaga afka wax ugu geli sida caadada hadda la yaqaanaa ay tahay qolkii ay iska laheed ayay ku jirtaa inantu ninkiina halkaa ayuu sariirta iyo meeshii lagu fariisanayay dhinaceeda ayuu fadhiyaa hadday dad la joogaan waa inan aysan inantu ka baqanayn iyo wax la mid ah ee lama oggola dad kale in halkaa lasoo dhoobo weliba dadka meesha joogaa waa inay yihiin dumar ee inay rijaal ajaanibu halkaa joogaan looma baahnaa maxaa yeelay nabiga kama dhicin sala allahu calayhi wasalam kolka inanta la guri geeyo in wax la wada cuno sharciyan waa la oggolaa laakiin waxa aan la oggolayn mabaadi'da maanta ay dad badanu ku socdaan oo dadweynaha hortooda iyo meesha ummadda ay isaga jeedo inantu inay ninka afka wax u gelido gacanteeda inta ku qaado isaguna u geliyee markaa loo sacbiyo waa waxaan sharcigu fasixin oo aan diinta raad ku lahayn waxaa diinta raad ku leh inanta markuu gurga ugu galo ninku marka ugu horraysa iyadoo rag ajaanibuhu la joogin sidaa uu rasuulku yeelay in la yeelo sala allahu calayhi wasalam haween kale halkii joogay ayuu nabigu ku yidhi asma sii caanaha waxayna yidhaahdeen haweenkii laa nashtahiih ma aanu ishtihaynayno ma doonayno rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tajmacanna juucan wa kadibaa been iyo baahi ha isku darsanina ee waad u baahantihii caanahee caba oo been iyo baahi ha isku qaadanina naftiinana ha baahinina beenna ha sheeginina sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa waxaa soo saaray imaamu axmed isagoo dheer waxuuna ku soo saaray labo waddo waxaa u sugan shawaahid sidaa darteed xadiidku waa xadiid sanadkiisu wanaagsan yahay marka duruqdiisa la eego wuxuuna noo caddeeyey akhlaaqdii nabiga wanaageeda iyo jiljileecii nabiga iyo siduu nabigu ugu dadaalayay sala allahu calayhi wasalam raalligaraynta dumarka uu isagu qabo iyo sida ay u hagaagsanaayeen dumarkii saxaabada bacdama ay nabiga gurgiisii hagaajiyeen oy sawjadiisii la hadlayaan
oo ay oranayaan mar kastaba nabiga warka ka yeel sala allahu calayhi wasalam. Kolkaa ka gadaal waxaa la doonayaa ninku inuu gacantiisa ku dejiyo calaa ra'si zawja, sawjada madaxeeda, waa inuu markaas alla u baryo waxaa habboon inuu ninku gacanta ku dejiyo haweenta madaxeeda meesha ugu soo horrayda, waxauna gacanta ku dejinayaa waqtiga loo dhiso agteeda oo loo guri keeno ama intaan la guri keenin marka maharku dhaco, waa inuu alla magacaabaa subxaanahu wa tacaalaa, waana inuu barake iyo wanaag ugu duceeyaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. Waxa uu xadiid saxiixa ku yidhi, idaa tazawaja axadukum imra'a, axadkiin hadduu haweenay soo guursado, aw ishtaraa khaadima, ama uu khaadim soo iibsado, falyakhud binaasiyatiha, foodeeda hore ha qabto, markuu qabto ka gadaabna walyusami illaaha casa wajalla, allah ha magacaabo oo magaca alle ha la yimaado, waliyadcu bilbaraka, barakana ha ugu duceeyo, ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. Rabbi inuu barakeeyo ayaad ka baryin oo diinteeda ku wanaajiyo u qof qaymala ka dhigo, rabbi magiciisa ayaadna ku bilaabin. Markaa ka gadaal ha yidhaahda, ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, allahumma innii as'aluka min khayrihaa wa khayri maa jabaltaha calayh wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calayh, allahayow waxaan ku su'aalanayaa inanta tan khayrkeeda iyo waxa aad ku dabeecayday ayada dusheeda oo khayr ah, khayrka aad dusheeda ku dabeecaydood ku abuurtay, waxaan kaa magangelayaa sharteeda iyo sharta aad dusheeda ku dabeecaysay. Maa jabaltaha calayh waxaa laga wadaa sharta ayada dabcigeeda aad ka dhigtay, oo jabliga waxaa la yidhaa khilqada, abuuridda iyo dabciga. Rabbi ow sharteedaan kaa magangelin iyo sharta lagu dabeeceeyey, khayrkeedana waan ku su'aalan. Sida ha yidhaahda, ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, wa ida ishtaraa baciiran falyakud bidirwati sanaamih walyaqul mitla dalik, xayawaan neef ah oo geel ah hadduu soo iibsadana kuruska inta ka qabto, sidaas oo kale ha yidhaahdo nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. Maanta haddaad gaari soo iibsatid, waxaad qabanaysaa gaariga meesha ugu sarrayda, waxay laga qaadanayaa adilada qaarkeed in marshada la qabto in loo baahan yahay, maxaa yeelay gaariga marshada ayaa laga wadaa, neefka geelaana kuruska waxaa looga qaban waa meesha wax laga saaro ugu sarrayda. Marka waxaa halkaa laga doonayaa neef haddaad soo iibsato gaarina inaad halkaa ka qabatid ee aad ducada akhriyid oo tiraahdid ilaahu khayrkiisa iyo khayrka lagu sanceeyaan ku weydiisanayaa, oo jabligu waa iska sancadi. Xadiidkaa daliil baa ugu sugan allah subxaanahu wa tacaala inuu khayrka iyo sharta asagu khalqay. waxaan khilaafaynaa muctazilada iyo qayrkood oo yidhi shartu khalqiga ilaahay ka mid ma ahan, haddaan rabbi sharta khalqin yaa khalqay oo sameeyey. rabbi baa khalqay subxaanahu wa tacaala, laakiin xikmada alle marka loo eega ayaysan shar ahayn, ama alla ayaa khalqay subxaanahu wa tacaala, qolo kaloo khalaqday ma jiro. xadiidka isagaa bukhaari waxau ku qoray kitaab la yidhah afcaalu lcibaad, abuu daawuud iyo ibnu maajah iyo xaakim baa soo saaray, iyo bayhaqi iyo abuu yaclaaba. xadiidkaa waxaa saxiix yeelay xaakim dahabi wou ku waafaqay. ninka ciraaqi la yidhaah wuxuu yidhi xadiidka sanadkiisu waa jayid, arrinkaa isagaana culimmadu way ogolaadeen. haddaba akhi lmuslim wa ukta lmuslima, khayraadka ku dadaala oo rabbigiin ka cabsada, oo ninku waa inuu ducadaas akhristaa, inantana inay ducada akhrisato waa looga baahan yahay, sida ay culimmada qaarkood leeyihiin xadiidka waa laga garanayaa, oo siduu isagu u yidhi khayrka inantaan rabbiyow ku weydiisanayaa bay ayaduna leedahay khayrka sawjkaanaan allow ku weydiisanayaa. inanta marka foodeeda ninku qabtow ducadaas akhriyo wasaatan ha la yeelo, waxa nabigu noo dirana waa wax maslaxadeennu ku jirtee, ha u qaadanin liidid adiga lagu liidayo iyo xumayn adiga lagu xumaynayo in arrinka loola jeedo. marka nusuusta u jajabnow,
wax walbou nabigu sheegaha xaqiiqo inay yihiin galo oo raac oo raalli ku noqo aad liibaantid adduunka iyo aakhirada labadaba ah. Waxaa kolkaa ka gadaa la doonayaa ninka iyo haweentu inay dukadaan salaad, waxaa la sameeyaa ninka iyo haweenta inay laba ragco jameeco ahaan ku dukadaan. Arrinka isaga ah waa dariiq ay muslimiintii ku tageen oo selafka laga soo naqliyey. Marka lagu leeyahay arrinkaasu waa arrin mustaxab ah, macnaheeda waxaa loola jeedaa waa dariiq wanaagsan ee muslimiintii ay mareen. Waxaa la wariyey oo laga wariyey rijaal fara badan ee saxaabada ka mid ah inay arrinka isaga sameeyeen. ninka la yidhi Abi Saciid Mawla Abi Usayd ayaa wuxuu yidhi, waan guursaday aniga oo mamluuk ah oo addoon ah. Wuxuu yidhi, waxaan u yeeray koox saxaabada nabiga ka mid a sala allahu calayhi wasalam. Kooxdaa waxaa ku jira buu yidhi Ibnu Mascuud, Abu Dar iyo Xudayfe. Kolkaasay ii yimideen oy ula joogeen. Salaaddii ayaa la aqimay oo waktigeeda la gaaray annaga oo gurgeennii joogna buu yidhi, gurgaan anagu ugu yeertay. Wuxuu yidhi ninka la yidhi Abi Saciid, fadahaba Abu Darrin layataqadam faqaaluu ilayka qaala awa kadalika qaaluu nacam. Abu Dar ayaa waxaan doonay oo uu ku talagalay isaguna inuu imaam noqdo, kolkaas ayay igu yidhaahdeen buu yidhi, adugu imaam noo noqo Abi Dar, ha ka dhigin asna yuu noqonina. Oo arrinku masaas ayuu ku fiican yahay. Nacam weeye, waxay ishaarayaan ahadka wax soo siyaartay, qofka la soo siyaartay gurgiisa imaam uguma noqdo inuu u xidma maahane. Rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiid muslim ku sugan wuxuu ku yidhi, walaa yu'amuru rajulu fii beytii walaa fii suldaani, ninka imaam looguma noqdo gurgiisa iyo meesha. Wuxuu yidhi, waan hormaray anigoo addoon mamluuga ah. Markaas ka gadaalna waxay i bareen wanaagga. Waxay ugu yidhaahdeen buu yidhi, idaa dakhala calayka ahlu fasalli ragcatayn, ahalkaagii markay kuu soo galaan, oo macnaha dukila calayka ahlu, ahalkaaga marka laguu soo geliyo oo laguu keeno, laba ragcad duko. Tuma sali illaha min khayri maa dukila calayk, waxa adiga laguu soo geliyey yacnii khayrkooda rabbi weydiiso, shartoodana alla ka magangal, waa ahalka laguu keenayo ama dakhala. Markaa ka gadaal sha'nigaaga iyo sha'niga ahalkaaga laazim. Maxaa loola jeedaa markaa labadaa ragcad dukatid ood rabbigaa beridid ood rabbigaa khayrka inuu ku waafajiyo inantaan ku hagaajiyey aad ka beridid, yacni ood rabbigaa sidaa weydiisatid ka gadaal, sawjadaada mucaamilkii kaala dhexeeyey la wadaag. Marka sidaas ayaa lagu yidhi ninka Abi Saciid la yidhaahdo. Marka saxaabadii raggaas ka mid a oo faraha badan leh bacdama ay sidaa u yidhaahdeen inay daliil u hayaan oy arrinkaa isagaa arrin ay hubaan ou yahay ayaa laga garanayaa. Xadiidkaa waxaa soo saaray Abuubakar ibnu Abi Shayba iyo ninka Cabdurasaaq la yidhaah, sanadkiisuna waa saxiix. Waxaa kaloo la wariyey Cabdullaahi ibni Mascuud ninka la yidhaah inuu ku yidhi, nin isagoo la hadlaya taabici ah, qofka dadka inuu u dunmo u dhowaado u jilacsanaado xagga rabbi bay ka timid, waxaa loo yaqaano firkiga iyo caradana shaydaan ayaa sabab u ah ee haweentaada marka laguu keeno waxaad amartaa adiga gadaalkaaga inay laba ragca ku dukato. Sidaas ayuu ku yidhi ninka la yidhi Cabdullaahi ibni Mascuud, nin faidaa atadka faamurhaa an tusalliya waraa'aka ragcatayn buu yidhi. Sawjadii markay kuu timaado gurga laguu soo geliyo waxaad amar ku siidaa gadaalkaaga inay laba ragca ku dukato. riwaayad kale Cabdullaahi wuxuu ku siyaadiyey, waxaa tidhaa, allahuma baarik lii fii ahlii wa baarik lahum fiya, allahuma ijmac baynanaa maa jamacta bikhayr wa fariq baynanaa idaa faraqta ilaa khayr. Sidaas ayuu yidhi, allah ayuu ii barakay oo barakadeeda iyo wanaaggeeda isii, oo macnaha ayada fii aniga fiigayga ayada u barakay, oo labadeenna qofba qofka kale u barakay weeye. khayr nagu jamci, inta aan kulmayno haddii aanu kala tagnana khayr nagu kala wad, dad isku wanaagsan oo wanaag ku wada noolaada, oon xumaanu dhex marin, rabbiyow naga dhig,
oo samaad isugu yimaada samaadna ku kala taga hadday dhacdo inay kala tagaan aada allana wanaagna ku kala taga wanaagna isku jecel mar walbaba sidaa ilaahayuu yidhi xadiidka isagana abuubakar ibni abi shayba ayaa wariyey cabdurasaaq isagana sanadkiisu waa saxiix dabaraani ayaa afna sidaasoo kale u soo saaray marka waxaa jirta duruug kale oo lagu cadaynayo nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu isaguna amar ku bixiyey in alla la baryo oo khayr laga baryo waa meeshay saxaabadu daliilka ka qaadanayaan axad walboo muslimahu rabbigaa ka bad oo dadaal oo baryaha allaha iloobin oo diinta islaamka dhaqankeeda wanaaji guryihiina wanaajiya si wanaagsanna ula noolaada dumarka aad guursateen nimankow oo sharciga tilaab walbo idiin diray qaada haween walboo la guursaday rabbigaa ka baq oo wixii diinta islaamka amartay lagugu yidhaa oo daliilkeeda aad aragtid u hoggaansan oo ogolaal oo qalad kale ayaan la samaynin waxa uu odhanayo ninku markuu haweentiisa jameecayo waxaa habboon oo weliba loo baahanyo in laga taga loo baahnayn xaaladda uu ninku sawjadiisa u tegayo inuu yidhaah bismi illaah allaahuma jannibna ashayaan wajannib ashayaana maa razaqtanaa allahayow magacaaga ayaan isku dhowrayaa rabbiyow shaydaanka naga dheeray waxaad annaga nagu arsuqday oo nasiiday oo awlaad ahna shaydaanka ka dheeray oo ilmaheenna afidnayni rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا الله سبحانه وتعالى هدو دحده ده ولد كددره وماشا إلما أي كسم إسمان شيطان كعانو جا ولد مطلبه معناها اللي لم يجد عانو جدا بك مطلعه وحا لقوة وحوية عانو جا سمان نغضه مد شيطان كإنسان الله وصل لده دل النغضه سيحن أوها الله ee waxau noqdaa mid mar walba isxasuusto alla usoo laabta waxaa la doonayaa ducadaas in la akriyo oo nin iyo naagba ducadaas yaan laga tegin bismi illaah allahuma jannibna ashayaani wajannib ashayaana maa rasaqtana bukhaari baa saxiixiisa ku qoray culimada sunankana way qoreen ilaa ninka nasaa'i la yidhaah maahane waad ujeedaa ducada yaraanteeda iyo faa'iidada ay leedahay ka taga mahmahyada ay dadku yaqaaniin oo beenta ah oo shaydaanku uu yidhi ilaahda sidaas nin baa lagu yidhi bay dheheen islaantaada markay u tegayso bismillaahi ma tiraa markay kuu dhammaato se alxamdulilaahi ma tiraa marka hore aawa miir marka dambe se aawa nafu ayuu ku jawaabay yidhaahdeen shaydaankaa sidaa dheh ku yidhi haddii warkaana yidhi hadalkaas in la deliishadoo lagu dhawaaqana ma bannaana oo marka hore shahwa ahaydoo miir melihi ayuu leeyahay shaydaannimadiisa marka dambena sabartii baa iga dhammaatay ayuu leeyahay hadalka noocaasa in la adeegsado oo xujo laga dhigto oo lagu warramaa ma bannaana waana hadallada uu shaydaanku dadka ku yidhaahdo dhaha waayo dad badan carabkooda iyo qalbigooda shaydaankaa ku shaqaysta dadka masuma aanan arkin 24 saaheesaha qaadaya carabkooda shaydaan baa ku warramaya kuwa muusiqada dhagaysanaya dhagahooda shaydaan baa wax ku dhagaysanaya kuwa 24 saa kubadda laadaya shaydaankaa cagtooda ku shaqaysanaya waayo waxaa kan shaydaan baa fuli qofka odhanaya marka hala iska ilaaliya arrimaha waa in ducadaa lala yimaada sida uu ninku haweentiisa ugu tegayo ninka waxaa u bannaan haweentiisa inuu uga tago qubulka waa farjiga eh min ayi jihatin shaa jiha alla jihadu doono waa inuu ka yimaadaa ama gadaal ha uga yimaado ama horay ha uga yimaado ama jiif ha ugu yimaado si alla say doonta arrintaa noqoto laakiin shardi weeye macalka uu ka jameecayaa inuu qubulka yahay oysan meel kale ahayn amaa jiifka ay haweentu marka uu ninkeed u tegayo habka ay u jiifto iyo dhinaca uu ka soo marayo waa dhinac alla dhinacuu doono wax loo xadidoo kale ma jiraan waxa u daliila qowlka uu rabbi yidhi subxaanahu watacaala nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarsakum annaa shi'tum haweenkiinnu beer bay idiin yihiin ee beertiinna ugu taga sidaad doontaan kayfa shi'tum muqbila iyo mudbila ayadoo idinsoo gaadhishan iyo ayadoo sii jeeda intaba u tago uu yidhi allah subxaanahu watacaala
كيف شئتم. لكن محاصر دعا بير هدي ليري محالك وحلقو بير اغتقا ماشا وحلقو بيرا وقبلك وفرجيك اه اي ما اهان دلالة ان لو اغتقا كامرك الله اقبلا وماشا وحلقو بيرو اي ان وحلقو تبعض الله اغترق له سبحانه وتعالى. رسولك صلى الله عليه وسلم يهود منك ليري ايه اوي مدوح ايرادين اذا اتى الرجل امرأته من دورها في قبولها كان الولد احول ninku hadow ha weentii sadanaaco ayadoo sii jeeda laakiin oo ka danaaco maxalkii danaaca loogu talagalay waxay dhalaysaa anigu weersha ah oo il waliidiye la yiraahdo weershe ayay dhalin. kolkaas ayaa rabbi yidhi nisaa'ukum xartun lakum faatuu xartakum annaa shi'tum. rasuulku wuxuu yidhi markaa sala allahu calayhi wasalam muqbilatan wa mudbira ayadoo sii jeeda ama soo jeeda u taga idaa kaana dalika fi lfarji meesha looga tegayaa hadday farjiga tahay maxalkii jameec loogu talagalay waa laysla wada garanayaa ilaa eer. xadiidka asagaa wuxuu ku sugan yahay saxiixaynka. waxaa kaloo soo saaray ninka la yidhaha ibnu abi xaatim waxaa dhacday sida cabdullaahi ibnu cabaas sheegay nimanka reer ansaareed la yidhaah waxay ahaan jireen buu yidhi ahl watan niman asnaam caabuda oo aan diin lahayn waxayna la deganaa jireen buu yidhi markaas oo ay asnaamta caabudi jireen reer yahuudeed. yuhuuddu waxay ahaan jireen ahlu kitaab marka waxay arki jireen nasaara nimankan marka ansaarta waqtigii dambe loo bixiyey yuhuuddu inay ka cilmi badan yihiin ilaa niman diin la weeyaane marka way ku dayan jireen. nimanka yuhuudda la yidhaaha haweenka uma aysan tegi jirin ilaa calaa xarsin ayagoo inantu dhinac u jiifta maahane oo siijeed iyo dhinac wax kala midna ma samayn jirin hal dhinac oon baa looga tegaya dhinac baa loo seexin jira markaa lagu tegi jiraa. saas ayaana haweenta u asturaan badan markaa nimanka ansaarta la yidhaahda saas ayay ka qaateen ama qabiilka reer qureysheed yashracuuna annisaa sharxan munkara way dumarka dhanba caadi jireen ama way seexin jireen hay-a aan qurux badnayn oo xun marka way ku macaansan jireen muqbilaad mustadbiraad mustalqiyaad ayadoo soo jeeda ayadoo sii jeedaya ayadoo gadacad u jirta siday doonaan bay ugu tegi jireen. muhaajiriintu markay magaalada madiine la yidhaah soo galeen tasawaja rajulun minhum imra'atan min alansaar buu yidhi nin nimankii muhaajiriinta ka mida gabar reer ansaareeda ayuu guursaday dabeecaddii ay qureyshu tagiin ayuu ku sameeyey fa ankaratu calayhi waa ku inkirto naga tag bay tiri waad waalan tahay waxaa lama samayn jiray mana naqaaneen. waxay tiri ama hal dhinac iiga tag oo xarfi anoo dhinac u jiifa sidaa sacay wailaa fajtanibii ama iga dheeraw ilaa arrinkoodu kululaadow rasuulka gaaray sala allahu calayhi wasalam. markaasuu rasuulku ku akriyay nisaa'ukum xartun lakum faatuu xartakum annaa shi'tum oo markaa loo ogolaaday kayfiyo kasta in loogu tegi karo haddii maxalka farjiga looga tegayo waa maxalka hal meela weeye laakiin habka loo seexinayo sidii la doono weeyaan. xadiidka isaga ah waxaa soo saaray abu daawuud xaakim iyo bayhaqi sanadkiisu waa xasan. xaakim wuxuu yidhi waa saxiix calaa shardi muslim dahabina wuu ku waafaqay. marka haddaba akhi lmuslim rabbigaa ka baqo sawjadaadu waa taadi sidaa doonta u seexi jameeca sidaa doonta ugu tag laakiin shardi weeyaan maxalka lagu ogolaaday keliya inaad uga tagtid diinta islaamka ha la ilaaliyo yaan lagu cayaarin. waxaa xaaraana duburka in looga tago haweenta maxalka saxarada in jameec loogu tagaa ma bannaana. aayadda qur-aankaa laga fahmay oo aanu soo akhrinay markii laga fahmay ka gadaal rasuulka sala allahu calayhi wasalam warbixin ayuu ka dhiibay arrinkaa ku saabsan aad buu uga hadlay. nin ayaa nebiga weydiiyey haweenka in looga tegi karo dhinaca dambe oo macnaha maxalka saxarada laga jameeci karo rasuulku wuu diiday wuxuu yidhi fa ina oo su-aashii la weydiiyo aheed ninku haweenta ma ka jameeci karaa maxalka saxarada ka jawaabaya wuxuu yidhi fa ina allaha laa yastaxyii min alxaq allah xaqa kama sariibto laa ta'tu nisaa fii adbaarihinna dumarka hawga teginina adbaarta iyo maxalka laga saxaroodo ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. xaaraam weye ninka xalishaa wuu ku gaaloobayaa. xadiidka isaga ah waxaa soo saaray shaafici daarami daxaawi iyo qeyrkood sanadkoodu waa saxiix. ibnu xibbaan ana wuxuu ku jiraa ragga saxiix yeelay
رسولك وحو يري صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في ضمورها الله ما إيغو إلنا حريص لكم في ريو وو عذابا من هوينتي سأغتغي دبالا ما أقول الله ما نفي ريو رالينا كما أهم إذا هدي لغو يري إلنا حريص لألله كما إيغو عذاب أيو غفك سليه هدي كاوحا صوصاري النسائي ترمذي ابن حبان سنتكيس وصحيح ابن الراهوية وصحيح يالي ترمذينا وحسن بويري رسولك صلى الله عليه وسلم وحو كالويري ملعون من يأتي النساء في محاسنهن يعني أدبارهن نحريست كل قد درجية ويهيو على الله كبنا على نكيها وينسا كجمع معك سحرة سيدا أيها ورمي صلى الله عليه وسلم ابن نك ليرا عدي أيا سنة حسنة خصو صاري أحمد رسولك صلى الله عليه وسلم وحو حديثك لكويري من أتى حائدا أو امرأة في دبورها أو كاهنة فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ننكي هوين حائداء جماع أغطاق أما هوين سكت جماع محرك السحرة لقد لغو أما ذاتك نورك فالية عرافية ده أغطاق وحي سيغي ينكرم إيسا سدح ذاك الله متك مدى قطكي قادة نبي محمد وحي لبسه دجيه وكو قالوا بي أيوه يري صلوات الله وسلامه عليه وكو قالوا بي دينة الله يرسل دري رسولك الله سيدا سيو ورنيا وربي الله قبقه سبحانه وتعالى وردتك مسلمين تاو السلالية هوين حيب غسيان جميع اللي وتجد يعني دمر كان يا محاك السحرة اللي قد جميعين دتك عيال السوقين تا هو أرادشة وإلهي أكتي سوح وياه الله أي سنجرون خير كبالحين وحويان مبد دوني يا ملك لا إلا ماشى سحرة اللي قد جميعين مرك النوانك اللي واتمي والرجال أتجي معك كمكتي هو إما وحي كجماعة يا ماشي جماعة الله ترقى لمية ماشي السحرة وقرن كابتا أي إسكرها لعنبا حي الشيطان كافو أرنا يا كارا يو هل كان معانس بدانتك ساسو الشيطان كوكولي فرجي سبا شيطان باكوشا قيسانا يا إيوه كوشا قيسانا يا كلام جيران حبيب كاو حصو ساري أصحاب السنن وأبو داود ترمذي النسائي ابن ماجه أي أصحاب السنن ليرا لكن نسائي كمجري سد هذا كلوه وحبيب كاو قري سنتكيسون هو ونكسن ياي أو صحيح أحمد يدهر من الرق قري أي كمدين مركا الله الله قبقه سبحانه وتعالى حق السيدو يهي الله إلى عليه وحيالها اللي باتده نوكينا يوردنا أنكبض رقنا منك يا وينتي سمركا جماع يسوه تغان مر وي مركا لإنا يسو لابتان ربان وحا ونكسن إلي ويستقاد لي مادين رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا أحكينا دوها وينتي سجماع وغطبه إي أوضونا إنو مركلا أولابتو هو يساقاتو ويساقات كالسلاد دو كالير سلا إلا فريو أيا ونكسن إن أرن كاللغتك مأهن وأرن أو النبي أمري صلى الله عليه وسلم حديث كان مسلم يغيرك أيا سو ساري وحا سآدي آد أغوان أكسن مير شغا وإن لم ميرتو أياه كفي عن تاسنا أياه كفضل بلو ويساقاتك ويو رسولك وحوي لي صلى الله عليه وسلم يعني رسولك ما أصنعين وحو أهائنا وسمعيو سيدو أبي رافع شاقي داف جات يوم على نسائي هوينكي سأيو همين السمري يكتسل عند هذه وعند هذه مدوى البمركة يغضى ما تحاجبه سواء ميرانيه رسولك وحو كير أبي رافع رسولك الله ألا تجعله غسلا واحدا حوق واسكالية ما كدقتك ومركبك غضا ميرا ما ميرتك رسولك وحو إلي صلى الله عليه وسلم هذا أزقى وأضيب وأظهر كان أياضه الرانشب بلن نظيف نمب بلن وناك بلن كرك غفك النشاط بلن ويو الروايات كالأيو كويري ويساقات كوحا لقفة إلي سنية أنشدوا للحوت هو أنت إنو نكو أكل عبتا أيضا قلنا شاب بدا وقفك مركز شاوال وكبحلو وحاو إيان حوالا جرسي سوى ودبعيا ميرا شلع وميرا نيانا النشاط إيا فرفرعوني أيو كهليا
حديث كاستجا أبو داود النسائي بسنة الحسنة كوري هل كأوحى أن كأوجا أني إن أي ونعكسن تهاي نينك يا وانتي سهدي جماعة الله بعد استوق تجيان إلي وسقاد اللي نارين أوكي سرادو كراء حديث كأوحى أوجا ونعكسن إني سمايان إني ميرتان والقبيستان تاس يا آل أوجا ونعكسن وواسطن مدي النبيغة اللي درتي هذي أستمريان يسمى ذا نبيغا النغولية أجل إيا خير بيك هليان هل الدلالو طريقة هلا صامرو وحاك روجرتا منك يهوينتي سؤيني لبدو ذو ذا ميرتان أي مكان واحدة كم ميرتان اي قف والبا قفك كرا عوردي سؤو قجي ذو هلو أقوليه عائشة وحيتي رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد رسولك صلى الله عليه وسلم يا أنو هل ويلبان كم ميرانيني أو نحل النويلي أو كريئة تختلف أيدينا فيه قعمه النوي اسكدب دافي أو غفبال ممرو درسني وحن أراني دعلي دعلي إيدي إيدي ورسولك بيها وكوش شوية عيون دل عيارة يئينيين ويكم مغانيسا وحيثر عائشة وهما جنوبان معنى الله بدأ أنه جنابة أيان قطنيوه جنابة أنه كم ميرانين مركن نيكا يهو ينتي سئلي ماشا لغو ميرتا طيان ويكوة دا ميرتان واللو أقوليها مركن يدعلي نبغا كلها لسنوليكو مجران اي محل ميرتا اللغو تراجع لكاليوه هل كاسم إن لغو الله مشغولكو ما سبنا حديث كاستقى بخاري يا مسلم بوكوسو غنيه وحونا الدليل ايو عبدين ايا ننكو انو ايقا اني اوبا نانتا يهوينتي سا عورا ليدا ايادو اني اصاق ايقتان اي اوبا نانتا هاي بالكليات قف والبول لبدو دا كميدا قفكا كالجيركي سو ايدل وو اركي كرا وو ايقي كرا وو طاوان كرا مشكلة ناكو مستقنا حديد كاسو وحو برين ايا هذا الكاء عائشة وحي تري نبيقا عورا دي سوالين ما اركين ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حديث كسيدة أرانيا وحافجر نيلا إلى بركة ابن محمد الحلبي إلى هاي ما بركيه بركة ملها فإنه كذاب وضاع وابين براني وحديث سمية هذا الكاسر وبعض الأو أسقو سمية اي عائشة ما أرانين حديث كاسمرك وحافجر كأغاتين وبيه متك أرانيا هذا نكو هوينتي سجن عيو سنفرجي كأيغي فإن ذلك يورث العمى إن درآن أيو دحرسين يا وموضوع وحديث للسمائية بانا سيدو أبو حاتم الرازي إيا ابن حبان أي عبدايان ابن جوسي نكا ليرانا أو كراعي كلك وحا مباحة أحد والدين لبدا سوجكا مدأ وانكا يا هوينتي إن قف بقفك كالبدن كساحب كي سودان ايضو وحا أبنا إنو ننكو هوينتي سجير كيذو دان تابتو حتى فرجيغا أيضانا سيداس أيا أبنا محايا لي فرجيو ومحال كي لغو استمتاعي والا طيرين كرا والا طابان كرا وانا بدن كالو كلا وحك الرئيبي او دليلنا مرهن أدي لذا أرانا يسلم إيجي كرنا وابدين إيا بادل إيا وحدد إسكد دودين خفو البوائين وسيدة أغادة رسولك صلى الله عليه وسلم وحاوي من الله إلى معاوية ابن حيدة وحاوي رسولك الله عورده إيدا يانك قارن كرا ينسى أبنين رسولك وحو كير احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملك يمينك أفر صدرك النبي صلى الله عليه وسلم أورد على الإلهي أو ينقف بني آدم وكأركن إلا هوينتا أدوكو قبتك إيا أدونتا على أديك هوينتا وكرفو أماهاني شخصي كلو بني آدم يوسن كأركن سيدة سيوغيني صلى الله عليه وسلم وربنا هذا كميشو قارو فيرس حديد كأصحاب السنة باسوس علي حاكم باسيحي يلي دهبين وافو وافقي دروغ لي سمرك اللي أقول حديدكو وحسن وربي هل لقبه سبحانه وتعالى oo waxaan jirayaan dadka diin looga dhigin islaamku sidoo yahay halo ilaaliyo waxa la doonayaa qofka janaabada qaba inta uusan seexanin inuu weesa qaad la yimaado asagoo janaaba qaba inuu seexdo haddoo doonayo aaysha waxay tiri radiyallahu anha kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam idha arada an yaakula aw yanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-salaat
rasuulku wuxuu ahaan jiray sallallahu calayhi wasallam kolkow doono inuu seexdo ama oo wax cuno isagoo janaabo qaba farjigiisa wuu dhaqi jiray wuuna weyse qaada jiray weysaqaadka salaad oo kale. sidaas ayay leedahay caaisha radiallahu canha. xadiidka bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay. cumarna waatuu nabiga ku yidhi axaduna yanaam wahuwa junub, axadkayama seexanayaa isagoo janaabo qaba. rasuulku wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi wasalam nacam idaa tawada, wuu seexanayaa hadduu weysaqaad la yimaado. marka riwaayadaha gabal waxaa laga garanayaa weysaqaadku inuusan waajib ahayn laakiin loo baahan yahay. wuxuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasalam talaatatun laa taqrabuhum almalaa'ika kifatu lkaafiri walmutadamniku bilkhaluuq waljunubi ilaa an yatawada. saddex malaa'igta alleh naxariistu uma soo dhowaato, gaalka yani baktigiisa iyo axadka isku dharoobay khaluuqa. khaluuqa waa diin macruufa oo zacfaraan iyo kayrkii ka samaysan oo aan ragga loo ogolayna dumarka loo ogolyo isku dhalaayaan dumarku iyo axadka janaabada qaba ilaa uu ka weyse qaadanayo. xadiidka isagaa xasan weeye, culammaduna waxay isku hayaan lafiga ah ilaa an yatawada sida saxadiisu tahay. oo culimmada qaar ayaa waxay leeyihiin lafiga isagaa daliil ayaa ku jirta. qofka janaabada qaboo laga hadlayaana waa qofka aan janaabada bilkulliye ka mayran ama isagu fududaysanaya, ee qofka isagu mayran raba kuma jira ayay odhanayaan culimmada qaarkeed. sidaas ayaana adilada gabal laga garanayaa. weysaqaadka xukunkiisa wujuub ma ahan ee waa sunno mu'akkad ah, waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhi ayanaamu axaduna wahuwa junub, markaasuu yidhi nacam wayatawada inshaa, laakiin wuu seexanayaa qofku isagoo janaabo qaba waana hadii kale wuu weyse qaadan hadduu doono insha allah waxaa laga garanayaa marka inaysan waajib ahayn. ibnu xibaan baa sariixiisa ku qoray, culammaduna way soo dhaweeyday saxadiisa. caaishana waxay tidhi rasuulku waa seexanayay isagoo janaabo qaba oo aan biyo taabanin, markaa ka gadaadna inta istaaga ayuu mayranaya markuu soo tooso sala allahu calayhi wasalam. waasay caaisha tidhi rasuulku waa baryayay isagoo janaabo qaba, bilaal baa u imaanayo odhanaya salaadii way dhalatay, waa uu mayranayay, dadkuu dujinayay, maalintaasna waa uu soomayay. axaadiid macnaha tusinaysa ayaa soo aroortay oo ku sugan ibnu abi shayba iyo abu yacla musnadkiisaba. qofka janaabada qabaa weysqaadka bedelkiisa inuu booraysto ayaa u bannaan ou qaadaha gabal, waayo caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa ajnab fa araada an yanaama tawadaa ou yatayamam. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa marka uu janaabo qabo ee ou doono inuu seexdo waa weyse qaadanayay ama waa ou booraysanayay. sidaas ayay tidhi caaisha radiallahu canha. xadiidka bayhaqi baa soo saaray. xaafid bnu xajar wuxuu ku yidhi kitaabka fatxiga la yidhaah sanadkiisu waa xasan. waxaa wanaagsan qofku intuusan seexanin ka hor inuu qubayska la yimaado. cabdullaahi ibnu qays ninka la yidhaah caaisha wuxuu ku yidhi kayfa kaana sala allahu calayhi wasalam yasnacu fi ljanaaba, rasuulku sideebuu yeeli jiray janaabada kolka u qabo, akaana yaktasil qabla an yanaam am yanaamu qabla an yaktasil, ma intuusan seexan bau ahaa mid mayrta mase markuu mayr yani seexda ka gada waxaa la arkayabay tiri inuu mayrto ee ou seexdo ama uu weyse qaato ee ou seexdo ee labada midnaba gaar uma uusan laasimin bay tidhi. wuxuu yidhi cabdillaahi ibnu qays waxaan idhi alxamdu lilaahi aladii jacala fi lmri saca, allah ayaa mahad u sugnaatay amarka islaamka waasic nooga dhigay oo aan nagu ciririn xaaladiisa. xadiidkaa muslim baa soo saaray. waxaa xaaraam ah ninku inuu haween xaa'idaa jameec ugu tago. waxaana soo ogaanay inaan arrinkaa la ogolayn saan xadiid hore ku soo deliishanay, laakiin masalada keligeed ayaan rabnaa inaan tilmaanno. allah subxaanahu watacaala wuxuu qur'aanka ku yidhi wayas'aluunaka cani lmaxiidi qul huwa adaa factazilu nisaa fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna faidaa tadaharna fa'tuuhunna min xaysu amarakum allah ina allaha yuxibu ltawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin.
الله سبحانه وتعالى وحو نبيك كويري وحي دكو كسئالة ياندو مركا حيك غبا جميع وليا رنتو ولا وحاد كتر على حيك وأد وشيها وينتو كل باطون يسو أما الريح ديسا أيا لك هنيا ايدو مركو مركا حيك غبا جميع أغو تغينينا جميع وذنا هو دواننا إلى أي كالظاهر نقونا يان مركا الظاهر نقلانا ماشي ربي إذن أمري إنا أغتكتان كريا أغتكا ذاتك توبكين كبالان ألا واجعل يهي إيه قوة ظاهر كالا شرى بالان ليه دوالك هو إنسا جميعا لو قتل يو لدوال يو نكو أو قشيان قسمين يو سببو أنه قانا يا إني كل باسوتو دركسو قارو وحانا دعلبا ليري ننك إنو نبكاس كان نبات قرا دعكاسا لكن هو إن حيب قبتا هديل لجميعو إني ديق دباسد كان نبات قشا كسو قارا يديق لو جميعي ووح قلعة ومستحيل أوكا تاسي مسلمين تليين وحي مركا اللي اسكوها يا أوكا لي دهارة اللي شيئا ما إنو ديقو كدبا عمسا إني ميرتوهي وحاوان أكسن إن ديقو كدبا أين ميرتو علماء القرن وحي إليهين هذي ديقو كدبا ومركا ديقو كدبا أي ناس اسكدنا قلو فرجيكا يعني وشمع والو وتكي كرا لا صي أورانيان رسولك صلى الله عليه وسلم waxaan hore u soo gaan inuu yiri naag xaaidaa ninkii u tagay wixii nabiga lagu soo dajiyey waa ku gaaloobay sallallahu alayhi wasallam taas buu yiri yuhuudda haweenku marka dhiig ku dhaco guryaha way uga carari jireen way uga tegi jireen diinta islaamku arrinkaa waa ay diiday balse waxaa lagu yiri jaamicuuhunna fil buyuut muslimiinta oo guryaha la jooga wasnacuu kula shayin kayra nikaax wax walbana sameeya oo aan jamaaca ahayn جميع موية انت كلا والايدين اقولي وحلا عنا وحلا عبا لجيبتا لجوغا هوينكينا لكن جميعها امو تغينينا سمية امر اللهودة او كلا يا والايدين اقولي اوهي حبيب مسلم قصو غام بارينتا قصو عراري هوين حايدان نكي جميع او نفسي سو كالغالي منغوتو وحلا قدونا يا انو صدقاي سو الدينار اما نسو الدينار حديثك ارنكا تلماما يا أصحاب السنن أيها قري أو شيء يتصدق بدينار أو نصف دينار في حديث آت بعلى السوق قمصي علماء الجبل نوي ديرين دليش جيسة لكن مركب دروغ نيسة إن بلن ليسوك جيو ليسوك جيو إنه حسن يا أيها لقد قرم بيرارين مسلمين تإن بلن أو كاميرا ولقد توبت كينا يا صدقنا وعلى ربحا يا غلط كان الله والله بنايو أو أنتو مركب حائدتها وحانين كيدا أغبرنا وأول بوجر كذا كملا إلا جماعة ما هنا ورسولك وحوري صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح والجماعة ما هنا انت كلاسة مهي أيوهي صلى الله عليه وسلم وتعائشة تري هوينك أو نبيك قوامد كملا مركا حيكون له وحو أمريي إني مراه سحرته مركا كجلال يضاجعها نبيك وولدي فني وولد باسري وحول بنا وي أبنا هايين أو أبنا هاجري هري إلا جماعي ما هنه جماعي ما هنه انت كلا وي بنا انت هاي أو انتو مركي داير نغطو ديقو قوي ميرتو أيا اللي دون يا ان جماعي الله غطاقو انت ديقو مركو قوي كجلال أوي محلك اسكتاقو أوي سنولين ميرنين هدي جماعي الله غطاقو وعلا كجلنا يا أدلالة علماء ان بلان باقبته سيدا درت المسألة دا أيضا مشكورك ومصبني المسلمين تليني ربي هلا قبغ وحقنا هلا إلى عليو ودين تا إسلام كو سيدا يتايا الله إلى عليو ننكو بيها بنانك كو داريو مركا بيو كسو بيح الرلان أرنكا أساقا إنو السمهيو هزي إنانتو رالي كتاهاي علماء دا كاركود وي أقرالين وحين أدلي شيئا هذا الكو جابر يري كنا نعزل والقرآن ينزل حديثك صحيحة قصبا وقتك النبي هوينك انت جمعنا بيها بنانك كد دارينين انت وصبحنا ذكر كينا قرآنك واسود دقان ايوه ان لك من ريبين مالك هو الشرط اني ان انت رالكتاي وحاك لو الشرط اني سن يد اغجر الميان نطلن سيان نفقدو ذو اذين دبين وحاسو ونكسن او ليس لأبقلي إن لغتك إني في عانتهي ويو رسولك وحو كتل مالي نولول دوغيد قرصون يهود وحيرادين وان نولول دوغيد نبيكو بين باتشيكي سامبو كويري
أسأقنا نلو دوغيد بو بشاقة قرصون سير لو جمعين يا الله هذا يهودة كان لو أنفي وحاوي وح إلهي كنت رجلي إلا أبوره قد إكفر تاقي كرا مجره وبيها بنانك اللو دالين يا سبب أمان نقوم كرا إن هوين تيك المقالين ونبيع يرا كفك كرتا هركات إلمو كإيمانا يا مدى أو نبي بشاقة ينا وحاوي صلى الله عليه وسلم نلو دوغيد ما أهاد وحبا لي مدوغيد لكن مركه وحا لا سي ايغو وحا نودا ان علمي لا جوغا مخايا لي مريدي با بنانك با لو داري سدا وهي ارينتو تادنت وا لا غوا هيسن ياي ربي ها لا غبقو حق ها لا الهاليو شرعيغان ايا لا غو تمنين نينك يا هوانتا وحا وناغسن اسغورسن اي مسلمين تا الى غوركودا اونييسان عفاف اي دور سنان اي وناغ تاس اي ادي ال او وناغسن oo waxa laga doonayaa inay ku tala galaan inay ku dhowrsanaadaan awlaal xaraar Allah oo kala siiyo oo xaraanta uga tagaan marka sadaqa ayay u noqonaysaa ajir baa loo qorayaa xadiis dheer oo sahiha ku sugan oo nabigu sadaqooyinka uga sheekeyay waxa uu yiri wa fi budi ahadikum sadaqa ahadkiin hadduu haweentiisa jamee ugu tago ajir ayuu helayaa saxaabadu waxay yiraahdeen qofkan yahay mashaawadiisa oo la imaanaya وما أجر بالك السينة يا وهو قد جوابه صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضع في حرام أكان عريوز هذا حرام كد جيوسو ما أوسن يا ما أهالين دم من الأولية نعم بالي حلال هذا كد جيانا ساسو كرو أجر أهيل يا ربي صلى الله عليه وسلم وحديث دير أو مسلم قصرا مركا قور كهاللون يسو إيا جماعة أي نكا يا وينجي ستاقيان وناك إيا طورسانان في أجر اللي سوو قرون حريص صلى الله عليه وسلم arinka ayaa loo baahanyahay waa arin loo doonayo ninku subaxda oo guursa yani hameenka oo guri galo subaxnimadeeda inuu haweenkiisa iyo reerihiisa soo booqdo ee uu soo duceeyo uu soo salaamo ayaguna ay isaga u soo duceeyaan aad bay u wacan tahay xadiid ibn sa'ad ku sugan iyo nasaa'i oo sanadkiisu habboon yahay ayaana macna noocaasa tilmaamaya waa arin wanaagsan waxa kale oo loo baahan yahay in gurgal guurku ka dhacay laga sameeyo meel lagu mayrto oo xamaam ah oo aan yani dadkii ayagoo qaawan duurka ku mayranin inanta muslimadaana meelaha lagu mayrta xamaamyada waagi hore la aqoon jiray oo isu furfuraayo dadku geli jirana lacagta lagu bixin jiray inay ku mayrata lama ogola oo rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuu diiday man kaana yu'minu billahi walyawmil aakhir falaa yudkil xariirata walxamaam buu yidhi ninkii alla iyo maalinta aakhirada rumeeyey sawjadiisa yowsan xamaamka gelini waa meelo loogu talagalay lacag in looga mayrto isu furfuran oo qofka la arkayo cawradiisa xadiid macnaha tusinaya oo dheer baa jira oo xaakim iyo ay soo saareen Tirmidhi oo sanadkiisu oo wanaagsan yahay marka duruqdiisa la eego waxau rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasalam maa min imra'atin tadacu siyaabaha fii kayri beyti axadin min ummahaatiha إلا وهي هاتكة كل صدر بينها وبين الرحمن هويري مجرتو در كيدا بكتاي هو يوين كيدا بريوه ولا مت كميدا ميالا نحين وذلك أيضا أمهات كيدا وأهل كيدا رحمك إلا أي جرتو وحي دلا عصي أيضا يا ربك الرحمن كأسر في كدحي منابنا سادلت الحمام كوها ميالدر كيلا يسيقى سيوى يوكا ونان تلا الأركة يو منابنا marka reerku meel ay ku wada mayrtaan waa in gurgal looga sameeyaa oo arrinkaa lagu dadaalaa xadiidka axmed baa sanad wanaagsan ku qoray mana loo baahna dadka muslimiinta ahu inay ku cayaaraan sharcigu sida uu yahay waxaa kale oo xaaraam ah in asraarta istimtaaca la fidiyo ninka iyo naagta qof kastoo ka mid a waa ka xaaraan wax ku tacalluqa jamaaca in bani aadamka loo sheego رسولك صلى الله عليه وسلم صحابه ايو ويديه markay ka aamuseen oo gabadha la yiraa asma tiri waa la sameeyaa wuxuu yii ninkii haweentiisa ka sheekeeyay ayaduna ay ka sheekeeyay waa masalu shaydaan laqiya shaydaana fi dariiq faqashiyaha wan nasu yanrun waa nin shaydaana oo shaydaana la kulmay oo dariiqa ku jameecay dadka oo eegaya mana bannaana arrinta noocaas ayuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam ee rabbi ha laga boqo oo sharcigu sidoo yahay ha loo ilaaliyo diinta islaamku sida ay tahay dal ugu socda oo rabbi ka cabsada ha la noqdo asraarta in la fidiyo oo layska sheekeeyaa ma bannaana
مانتنا وحال اركي سادتك ارادشة اني اغفانا يان سوق يلا دربي يلا اما كنت اللي سوي ما هذوي قرانا يان سيدا سان هوينت ايدي يلي ايدونا اي نقطة هذا لغا ان لقو هذا لا حرام وي حديثك هو حصوص على امام احمد ابن ابي شيبة يا ابو داود حديثك شواهد دي سمرك الله جمعي وصحيح اما على الاقل وحسن وربي هالقبغو او قريها هلا وناجيو او دينت اسلام كيان لغو عياري ان انت مسلمات دا يسندر كيدا كسيمين مال ان كسيم تقان ربي او قرين وركو الدلالة السرانتا اي وناجا حشاتك اي قريها ان وناج لغو طغو او ضدك مسلمين تاو دينتا هكتون تمامنا والآداب إسلامية وذلك إسجور سادة إن لقد لقد دونيو هل لقد دلاله وذلك لينا هذا وربي قد كعب سادة آمن وغنو لأن عز إيا شرف اللي أكتي سأغهلنا أرنك إلا تبلي يا والله كما مارمان وحان كسو هذا ليني موضوع يكو سالسنا آداب الزفافك همين كاللي سلاقة لتقيو إيا وحا لمتك وكدن بيا marka arrinka asaga qayb ayaan ka soo qaadanay wali waxaan gudaha uga jirnaa hadii Allah qadara subhanahu wa ta'ala waxyaalaha aanu ka sii hadlayna waxa kamid ah waliimada in la sameeyo inay lagama maarmaan tahay waliimadana waxa la yiraahdaa marka gabadha la guri geeyo ama la guri geeynaayo cuntada loogu talagalay sameeyo iyo sida xaaladeedu tahay hadow rabbi qadara subhanahu wa ta'ala eedad u dhegan nugul oo wanaaga qaata oo marka naska lagu duq aqriya raali ku noqda muslimiinta oo aan noqono oo allah laga boqo subhanahu wa ta'ala rabbiga uu wada sarale oo cirka dhisay dhulkana goglay waxaan weydiisanaynaa inuu muslimiinta ka dhigo kuwa diintooda ku dhaqma iimaankooda ku run sheega meel ay joogaan bana alla inuu u gargaaro muslimiinta cadowga uu ka qabto gaalada iyo dadka xulafada la aha rabbi inuu u duleeyo allah baan weydiisanaynaa caalamka inuu jihaad ku soo celiyo iyo difaaca diinta islaamka dadka muslimiinta oo guryaha dhisanaya oo guursanayana uu ka dhigo kuwa diinta waafaqa oo wanaag guryahooda ku dhisa war ha la dadaalo oo xaqa ha la ilaaliyo oo sharciga si wanaagsan ha loogu socdo waaquulu qawli haada waastakfiru llaha lii walakum walijamiici almuslimiina walmuslimaat allahuma yaa muqaliba alquluubi sabbit quluubana calaa diinik allahuma musarif alquluubi walabsaari sarif quluubana calaa daacatik اللهم أقم دولة الإسلام على وجه الأرض كلها واجعلنا سببا لها اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات اللهم اشدد وضعتك على الشيوعية والسليبية والسهيونية وكل من حارب الدين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم العن كفرة أهل الكتاب والشيوعيين الذين يقاتلون أولياءك الذين يقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك اللهم خالف بين كلمهم وزلزل أقدامهم وانزل عليهم بأسا لا ترده عن القوم المجرمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين